السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب من المدرسة الشريفة الخاصة لغات. في الفيديو ده هنتعرف على كيفية اختيار المشروع المناسب ليك. شفنا في الفيديو الأول إزاي نقدر ننزل أو نتعرف على المشروعات البحثية المخصصة للسنة الدراسية بتاعتك. طيب دلوقتي أنا عايز أختار إيه هو المشروع اللي أنا أقدر إني أكتب فيه، إزاي هقدر أختار المشروع المناسب ليا؟ في البداية أنت قدامك الموضوعات بتبقى مترقمة، تقدر انك تختار المشروع المناسب ليك او اللي تقدر تكتب فيه، ولكن ده مش موضوع تعبير انت هتكتبه من جانب خبرتك، لا ده بحث انت بتعمله، فانت بتعتمد على خبراتك بالاضافة لانك بتزيد من خبراتك عن طريق البحث في المواقع المختلفة والمصادر المختلفة، وهنوريك بعد كده ازاي تقدر تتعامل مع مجموعة من المصادر المختلفة وازاي تقدر تستخدم المصادر ديت في خدمتك. على سبيل المثال هنبدأ بأول مشروع، إزاي تقدر تشتغل على تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية. عندك مجموعة من المحاور اللي هو محددها بالأصفر، عندك مجموعة من المحاور اللي هو محددها على جنب. المحاور ديت هي هتبقى المجال اللي انت هتدور فيه عن المشروع. أول حاجة لازم تنتبه لها العنوان بتاعك، تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية على سبيل المثال. علشان تتكلم عن الموضوع ده لازم تتكلم عن البيئة العلمية والتكنولوجية إزاي تقدر إنك تهتم بيها، ولكن هتتكلم من عدة زوايا هو محددها لك. خلي بالك بقى إن الزوايا دي بتختلف ما بين سنة دراسية والتانية، يعني ما ينفعش الطالب اللي بيدرس في سنة أولى ياخد المصادر المشتركة مع طالب في سنة تانية أو طالب في سنة تالتة إعدادي. اه هو نفس الموضوع، ولكن المحاور او الرؤية اللي انت عايز تاخد منها الموضوع هي رؤية مختلفة تماما، فما تقدرش تعتمد على غيرك من الطلاب في الحتة دي. فلما تشتغل على بحث مع مجموعة اشتغل مع طلاب من فرقتك الدراسية او من سنتك الدراسية، ما تعتمدش على سنوات دراسية مختلفة. على سبيل المثال بيطلب منك في البداية انك تدور على استخدام التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة بما فيها الموجات الصوتية علشان تزيد إنتاج المحاصيل الزراعية وحمايتها وزراعة المحاصيل الموسمية طوال العام. علشان تاخد بالك من النقطة دي انتبه لكلمات الوزارة حطها لك بالخط العريض، فهنا الوزارة بتقترح عليك بأن الكلمات دي هتكون كلمات محورية في البحث بتاعك. الوزير عرفك عليها بأنها الكيوردز أو الكلمات المفتاحية أو زي التاج، اتعامل معاها أو بسط الفكرة عن طريق بأنك تفتكر مثلا التاج في مواقع التواصل الاجتماعي، هي الكلمات دي بتبقى موجودة في المواضيع اللي انت بتبحث عنها زي التاج بالظبط اللي بيبقى يستخدم في مواقع التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال هنا خلي بالك بأنك في الموضوع ده او في الجزء ده انت هتدور على زراعة المحاصيل الموسمية طوال العام، انت هتدور على الموجات الصوتية، وبعدين تدور على ايه اثر الموجات الصوتية في زيادة انتاج المحاصيل الزراعية وحمايتها. طب ايه هي المحاصيل الزراعية اصلا اللي ممكن ننتجها باستخدام التكنولوجيا؟ طيب ازاي نقدر نستخدم الثلاث حاجات دول في تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية؟ لازم تربط المعلومات اللي انت جبتها بالعنوان بتاعك وتقدم الفكرة اللي انت اخدتها. من ناحية تانية انت هتخطط لمشروع، تخيل بقى انك انت بتفتح مشروع او بتفتح شركة او بتفتح مشروع زراعي هتقدر تستخدم فيه مجال الموجات الصوتية، وبين أهم حاجة إنك تبين الفوائد بتاعة المشروع ده على المجتمع بتاعك، وهتستخدم كل اللي أنت درسته في مجال الرياضيات عشان تعبر عن جانب من جوانب مشروعك البحثي. إزاي هتستخدم الجوانب الرياضية ديت؟ اتناقش مع مدرس الرياضيات أو مدرس الماس اللي موجود معاك في المدرسة وهو يقدم لك أفكار ممكن تفيدك. مطلوب منك كمان انك تصمم بوستر باستخدام الاشكال الهندسية اللي انت درستها يوضح اثر التكنولوجيا في حياتنا باللغة العربية واحد اللغات الاجنبية. يبقى انت دلوقتي البوستر ده مطلوب منك اشكال هندسية انت درستها، فلازم تشوف ايه هي الاشكال الهندسية اللي انت درستها في الماس مثلا او في الرياضيات، وبعد كده لازم تربط الاشكال الهندسية ديت بشكل يوضح اثر التكنولوجيا في حياتنا. هنبقى نرسم مثال لاحد البوسترات مثلا بعد كده في فيديو تالي علشان نبسط للطلاب ازاي يقدر يستخدم الفكرة دي.
اهم حاجه ما تنساش بقى انه مطلوب منك الكلام ده باللغه العربيه وباحدى اللغات الاجنبيه. لو انت بتاخد انجليزي عايز تكتبه بالانجليزي انت حر، انت بتاخد اللغه الثانيه بتاعتك فرنساوي او الماني او ايطالي او ايا كانت اللغه اللي انت بتدرسها في مدرستك، انت حر بانك تختار اللغه الثانيه. اللغه اللي انت ملزم بيها هي اللغه العربيه، انما اللغه الثانيه ما حدش بيلزمك بيها، ده اختيارك الشخصي. بعد كده هو عايزك تدور على موارد وثروات الوطن العربي وتتخيل انك مسؤول. انت مسؤول بيدير الموارد بتاعت الوطن العربي او الثروات بتاعت الوطن العربي. ايه هي المشكلات؟ حدد ايه هي المشكلات اللي بتواجه الوطن العربي في ادارة الموارد والثروات، بالاضافة لانك مطلوب منك انك توضح ايه هي جهود الدولة في الحفاظ على موارد وثروات الوطن العربي. وفي النهاية لازم تقترح حل لإحدى هذه المشكلات معتمدا على استخدام التكنولوجيا. ده بالنسبة للموضوع الأول. طيب لو أنا عايز أدور في الموضوع الثاني، الزيادة السكانية والأمن الغذائي، لازم توضح إيه العلاقة ما بين الزيادة السكانية والأمن الغذائي. لازم تفكر يعني إيه الأمن الغذائي، دور عليها. لازم تفكر من ناحية تانية، اديني أمثلة من التاريخ الإسلامي إزاي كان بيتم تأمين الغذاء للسكان. كل مثال أنت هتجيبه لازم طبعا تقول لي المرجع بتاعه إيه، زي ما احنا ما هنذكر لحضراتكم بعد كده في فيديو لاحق إزاي تقدر تعمل المراجع. في أمثلة أخرى تخليك تعرف تأثير الموجات الصوتية في مجال السكان. بعد ما تخلص الجزء ده هتعمل لي لوحة إرشادية باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية. اللوحة دي تتضمن مقترحات لحل مشكلة الزيادة السكانية كأنها لوحة إرشادية. أنت مطلوب منك بأنك بترشد الناس اعملوا كذا أو ما تعملوش كذا، ومع الإرشادات دي مطلوب منك ترجمتها للغة الأجنبية. دور في المقادير الجبرية وإزاي تقدر تستخدم المقادير الجبرية في حساب عدد المواليد أو عدد الوفيات أو عدد الذكور أو عدد الإناث في المجتمع بتاعك. استفيد من الرياضيات أو الماس في تمثيل البيانات السكانية، إنك هتعمل زي الشارت كده وهتعمل رسم بياني. مطلوب منك إنك برضو تستفيد من الرياضيات علشان تمثل البيانات السكانية والتنبؤ بتعداد السكان المستقبلي من خلال نسب الزيادة الحالية. على سبيل المثال إنك هتجيب له مجموعة من الأفكار أو مجموعة من الإحصائيات في سنوات مختلفة، وبعد كده تشوف نسب الزيادة اللي كانت موجودة من كل سنة للتانية كانت عبارة عن إيه، بعد كده تتنبأ بأنه كمان 5 سنين إحنا متوقع بأن العدد يكون إيه، طبعا استنادا إلى العملية الحسابية اللي أنت قمت عليها في السنوات السابقة. بعد كده في فيديو لاحق هنشرح مثلا إزاي حاجة زي كده أو معلومة زي كده تقدر تجيبها. مطلوب منك كمان بأنك تعمل مقال قصير باللغة العربية هتوعي فيه مجتمعك بالآثار السلبية للزيادة السكانية وتترجم بعض العبارات منه إلى اللغة الأجنبية أو إحدى اللغات الأجنبية اللي أنت تدرسها. انتبه لأن كل معلومة أنت هتجيبها بتعتمد على الزيادة السكانية وتعتمد على أنك تربطها بالأمن الغذائي، فلازم تشوف إيه المطلوب منك في الموضوع ده بشكل صحيح. بالنسبة للموضوع الثالث البيئة، مطلوب منك مجموعة من الأمور. على سبيل المثال تباين الموجات الصوتية وأثرها على البيئة سواء سلبا أو إيجابا. مطلوب منك أنك تدور على المشكلات التي يتعرض لها الوطن العربي وإزاي تقدر تتغلب عليها باستخدام التكنولوجيا. طبعا هو هنا ما يقصدش المشكلات بشكل عام، ولكن هو يقصد على المشكلات اللي هي بتخص البيئة. انتبه للمقدمة لأنها أحيانا بتشمل أفكار ممكن تعتمد عليها في البحث. على سبيل المثال هنا البيئة تضم العديد من العناصر المتفاعلة بشكل مستمر بحيث تتأثر كل ظاهرة بعدد من العوامل. في ضوء دراستك والمصادر المتاحة قم بإعداد مشروع يتضمن التالي. طيب أنا دلوقتي مطلوب مني بأني أدور إيه هي العناصر المتفاعلة بشكل مستمر واللي بتتضمها البيئة وإزاي بتتأثر الظواهر البيئية بالعوامل دي. مطلوب منك كمان بأنك توظف الأشكال الهندسية المستخدمة في صناعة السيراميك وتحسب محيط الأشكال المستخدمة في كل شكل. هنبقى ندي مثال مثلا بأنك إزاي تقدر تعمل شكل زي ده. مطلوب منك إنك
تخيل بقى انك مثلا ديزاينر، مطلوب منك انك تصمم قطعة سيراميك. بعد ما تصمم قطعة السيراميك ديت، ازاي تقدر بقى انك تحسب محيط الاشكال اللي انت استخدمتها جوه؟ طبعا هتستعين بمدرس الرياضيات او مدرس الماس بانك ازاي تقدر تختار الشكل المناسب، او تقدم له فكرتك وهو يقدر يقترح عليك تعديلات على الفكرة ديت علشان توصل لأبسط شكل ممكن تقدم بيه الجزء ده. مطلوب منك انك تكتب لوحة ارشادية زي اللوحة اللي سبقت، ولكن هنا تتضمن مقترحات للحفاظ على البيئة، وما تنساش انك تترجم اللوحة ديت لبعض اللغات الأجنبية، سواء بعض العبارات فيها او انك تترجم اللوحة كاملة. مطلوب منك كمان انك تستعين باللي انت درسته في مجال الرياضيات عشان تعبر حسابيا او بيانيا عن احد جوانب مشروعك. ناقش مدرس الرياضيات او الماس في مدرستك ازاي تقدر انك تستفيد من الجزء ده، وازاي ايه هي الجوانب اللي ممكن تستفيد منها من البيئة. على سبيل المثال كفكرة اقترحها على حضراتكم، انك لو انت هتاخد الجوانب البحثية فيما يتعلق مثلا بتلوث البيئة، طب ايه نسب التلوث اللي موجودة في البيئة، فتقدر انك تاخدها كنسبة تمثل حسابيا الحاجات اللي انت درستها في الرياضيات. طبعا في مجموعة من الافكار التانية، ولكن نحترم زملائنا مدرسي الرياضيات وزملائنا مدرسي الماس بانهم هم اللي يقترحوا على حضراتكم الافكار ديت، احنا كنا بندي لحضراتكم مثال بس. مطلوب منك انك تكتب مقال قصير توضح فيه المعلومات والمفاهيم اللي انت توصلت اليها من خلال مشروعك البحثي، كأنك هنا بتقيم مشروعك البحثي، ايه المصطلحات اللي انت تعرضت لها في المشروع، ايه المصطلحات اللي انت توصلت لها في المشروع، وبعد كده بتبدأ تنتبه لإرشادات العمل اللي احنا يعني نبهنا عليها قبل كده. لما تتعرف على الحاجات الموجودة في الثلاث موضوعات الموجودة عندك أو الأربع موضوعات الموجودة عندك على حسب المرحلة الدراسية اللي أنت بتدرس فيها، تبدأ إنك تختار بشكل مناسب إيه اللي أنت شايف إنك تقدر تجمع معلومات فيه. ممكن إنك تدخل على المصادر المختلفة وتشوف إيه هو المصادر، الموضوع اللي أكتر في المصادر واللي أنت ممكن يكون سهل عليك البحث عنه، ولكن ننصحكم بأنكم حتى بعد ما تخلصوا البحث بتاعكم إنك تختار الموضوع التاني وتختار الموضوع التالت علشان تتحدى نفسك وتتعرف على كيفية البحث بشكل صحيح. ولكن في النهاية هو الوزارة طالبة منك مشروع واحد، هو ده اللي انت هتقدمه، اختار ايه المشروع المناسب ليك واختار مجموعة العمل الخاصة بيك، او انك عايز تشتغل بشكل فردي، دي حرية خاصة بحضراتكم. هي اختار ايه الموضوع المناسب ليك، ايه الموضوع اللي انت تلاقي فيه مصادر اكتر وتقدر تكتب فيه، وفي نفس الوقت الموضوع اللي يتناسب مع قدراتكم كفريق عمل مكون منك ومن مجموعة الطلاب اللي شغالين معاك، او كفرد في حالة لو انت قررت بانك تشتغل على الموضوع ده لوحدك. شكرا لحضراتكم، ونتمنى للجميع كل التوفيق يا رب.